بنوصل رسالة إنه إحنا صامدين وصابرين في بلدنا في أرضنا ومش هنطلع من أرضنا لو إيش مكان التمن. أنا المواطن أحمد الزهار، العمر 30 سنة. إحنا هنا انقصفنا في بيتنا، هاي بيتنا هنا انقصفنا وحطين وراح منا 8 شهداء وعدد من الإصابات. وهنا حطينا خيمة، إحنا صابرين صامدين في دارنا، ملناش غير هيك، وما لنا غير نقول الحمد لله. عايشين في كل الطرق، عايشين، بدنا نعمل قدر المستطاع، بدنا نعيش وبدنا نصبر في بيتنا، ملناش مكان غيره. وراح 8 شهداء، صارت ضربتنا بقى على أذان الفجر بالضبط، صلاة الأذان الأول، صارت الضرب وصار اللي صار.